ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما، رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسلين، برضو مسلسلات رمضان. المسلسل الاولاني هو الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل لعبه نيوتن، والمسلسل الثاني اللي هنعمل له تريلر رياكشن برضو مسلسلات رمضان هو كل ما نفترق بتاع ريهام حجاج. لسه منتظرين لسه في اوفيشال تريلرز، لسه ما نزلتش مسلسلات رمضان، وخلاص رمضان الثلاث اللي جاي كل سنه وانتم طيبين. وبصراحه الحوار ده خانقني بطريقه بشعه، يعني مسلسل مثلا الاكتر مسلسل الناس كلها منتظرين السنه دي سواء كمسلسل او سواء حتى كتريلر هو مسلسل بتاع يوسف الشريف اللي هو كوفيد 25. ف مش عارف هم بصراحه مستنين ايه، ان هم يعملوا لنا ام التريلر ان هم ينزلوه خلاص رمضان حرفين فاضل له بتاع 4-5 ايام، فانا مش فاهم في ايه، يعني 4-5 ايام ايه، ولا حتى 4-5 ايام، 3 ايام ولا 4 3 4 ايام يعني. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لعبه نيوتن، وكل ما نفتري هنبدا بلعبه نيوتن، وهو من تاليف تامر محسن ومن اخراج برضو تامر محسن. معانا في الكاست ليست منى زكي، محمد ممدوح، عائشه بن احمد، محمد فراج، سيد رجب، واحلام الجريلتي الله يرحمها. الأوفيشال تريلر نزل من كام يوم، بس أنا استنيت زي ما قلت في مسلسل الاختيار، إن أنا حبيت إن أنا استنى كذا تريلر ينزل مرة واحدة علشان أعمله تريلر رياكشن كله مرة واحدة وريح دماغي، يعني بدل ما أقعد أنزل حلقة في حلقة في حلقة في حلقة في حلقة في حلقة مش هنخلص يعني. بس طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة مسلسل لعبة نيوتن، يلا بينا. شاب غريب لوحدهم في شقه واحده، غريبه قوي يا بدر. قسما بالله العظيم يا حسن، في حد دفع الثمن اللي انت بتقوله ده؟ غالي قوي. انت اللي عليك السنة راجل لراجل. لما يكون في حد بنحبه بيموت يبقى الكل لازم يقف. ما ينفعش واحده ست تعمل فيك كده. ايه الراجل الوسخ اللي انت كنت عايشه معاه ده يا شيخ؟ انا متاكد ان احنا صح 100% صح. هو انت لسه مصدق ان كل الناس محتاجالك؟ زيك ما ينفعوش في امريكا. حسن انت لسه بتحبني؟ لعبه نيوتن. اوكي نايس تريلر، بس انا حسيت ان هو كان لو كان طول شويه عن كده كان هيبقى احسن يعني، بس ده خلاص هو ده اوفيشال تريلر. بس انا مش هعمله، ما اعتقدش انا هعمله تريلر رياكشن تاني لو نزل له اوفيشال تريلر تاني. خلاص انا عملت له تيزر رياكشن وعملت له اهو تريلر رياكشن. اكون صريح معاكو، انا التيزر شدني اكتر من الاوفيشال تريلر، وبجد حاجه مضايقاني جدا ان التريلر الاوفيشال تريلر يبقى بالمنظر ده. يعني انا كنت متوقع ان الاوفيشال تريلر هتبقى حاجه اقوى من كده كمان، وهتفاجئنا زي ما اتفاجئنا في التيزر. حسينا من التيزر ان المسلسل هيبقى قنبلة عظمة، بس انا مش عارف بصراحة ده اوفيشال، يعني الاوفيشال تريلر ضعيف. ده التيزر اللي هو حرفيا كان 20 ثانية كان اقوى من الاوفيشال تريلر من وجهة نظري الشخصية. يعني لو فكرت ان انا هتفرج على المسلسل ده هتفرج عليه عشان خاطر محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب مش اكتر. يعني نسبة ترقبي للمسلسل 7/10. بصراحة اتقفلت وزعلت، لان انا كنت متوقع اوفيشال تريلر اقوى من كده بكتير، يعني من الاوفيشال تريلر ده حسيت ان هو كان ممكن يشدني اكتر، بس لا يعني ما روحتش قوي معاه زي مسلسل الاختيار او نجيب زاهي زركش. التريلر بتاعهم كان جامد قوي بصراحه يعني. ده بالنسبه لمسلسل لعبه نيوتن. المسلسل الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو مسلسل كل ما نفترق، كنا عاملين له برضو تيزر بس طبعا ما عطناهوش نسبه ترقب لانه كان تيزر ما كانش اوفيشال تريلر. مسلسل كل ما نفتري هو من تاليف احمد وائل ومن اخراج كريم العدل، ومعانا في الكاست ليست عمرو عبد الجليل، رامي يوسف، طارق عبد العزيز، احمد فهمي، ريام حجاج، ايتن عامر، رحاب الجمل، احمد صيام، محمد شرنوبي، هند عبد الحليم، سلوى خطاب. فكاست كبير قوي يعني. مع زحمه مسلسلات رمضان هل هتفرج على المسلسل ده ولا لا؟ الله اعلم. التريلر هو اللي هيحدد للمسلسل. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة مسلسل كل ما نفترق، يلا بينا. شفتي عفريت؟ لا شفت بني آدم لحم ودم مأمونة. محمد صيني ها
عايز تدفن فين يا صالون؟ عشان اللي اتعمل فيكي ما يسامحش في غير الملائكة. انا عارفه ان انت قلت لي ما تصلش على الرقم ده اللي وانا بموت. انا ادم. هو من طلع ادم من الجنه غير الوسواس؟ مش على روحه، على اتفاق. مش تاكل وعدك ليا من الاول عشان ما امشيش؟ 60 70 سنه تاكل في مال حرام عشان اللي مقابلك في جهنم. يعني احنا حقوقنا كلنا في ايدك انت. لازم عذابها يبقى شديد. حابة تموت ازاي؟ هي انتهت ابليس. لجنك دي؟ احنا اللي مربينها لك. انا بكفر عن كل اللي فات عشان خاطر دور الجن. لسه ما انش الاوان يا عمر. لسه مش جاهزه؟ اوكي يا جماعه، ده كان التريلر رياكشن بتاعنا كل ما نفترق. برضو شكله حلو مش وحش. يعني للاسف الاوفيشال تريلر عجبني اكتر من الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل لعبه نيوتن، ودي حاجه انا ما كنتش متوقع ان انا هقولها نهائي. يعني مش عارف بصراحه هتفرج عليه ولا لا. برضو عمرو عبد الجليل ممكن يكون ادفانتج كبير ليا ان انا اتفرج على المسلسل ده، لان السنه اللي فاتت اتفرجت على المسلسل اللي هو بتاع ريهام حجاج، برضو بصراحه ما عجبنيش. فاوله كان حلو وابتدى يبقى حلو، وبعد كده في نص المسلسل ابتدت احداثه تبقى ممله بطريقه مش طبيعيه. اللي خلينا اصلا اتفرج على المسلسل بتاع ريهام حجاج بتاع السنه اللي فاتت هو عشان خاطر خالد النبوي ومحمود حميده مش اكتر. يعني انا مش من محبين ريهام عبد الغفور على فكره، يعني سوري ريهام عبد الغفور ايه، انا مش من محبين ريهام حجاج. يعني مش بحب تمثيلها قوي. يعني المسلسل الوحيد اللي حسيت البرفورمنس بتاعها عالي وجد، تمثيلها كان حلو قوي وعجبني جدا وكان مفاجئ بالنسبه لي، كان مسلسل سجن النساء. البرفورمنس بتاعها كان جبار يعني. بس كده تمام. دي كده حلقتنا النهارده. عملنا الاثنين انا نسيت اساسا عملت تريلر اكشن للعبه نيوتن، يا نهار اسود. بس دي كانت حلقتنا لمسلسل لعبه نيوتن ومسلسل وكل ما نفترق. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هتبقى مفاجاه في ستيفلر رياكشن على في رمضان في البيت. يعني انتظروا بقى الحلقه اللي جايه يا جماعه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل كل ما نفترق ولعبه نيوتن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. واي واي.